بالتأكيد شعار موسم الرياض على مستوى فوق الخيال، وأعتقد أن مثل هذه الجانب من الموسم الرياضي بالتأكيد هو فعلا فوق الخيال، لكن من نظرة أوسع، من زاوية أعم، ومن يتابع حصاد الرياضة بشكل عام وتطور المناسبات الرياضية لابد أن يشير إلى أن هناك رؤية تستهدف تحقيق تطلعات المواطنين، تستهدف تحقيق استضافات عالمية. كان الحقيقة في بداية الرؤية تحديدا مع الوثيقة في عام 2016 مثل هذا النص غير واضح، يعني استضافات عالمية، وش ممكن يصير استضافات عالمية؟ الأسبوع هذا خير مثال أنك تفتح وتقول له راجع الأسبوع الحالي، شوف مثلا دكار هنا، إسباني هنا، إيطالي هنا، بكرة باريس، ميسي، كريستيانو. هذا مثال بسيط للمستهدف اللي كان معلن من 2016. طبعا مع المقدمة أبو نورة اللي أنت قلتها، يعني الواحد يعني يجد نفسه أمام أنه يقول الحمد لله على نعمة هذا الوطن، الحمد لله على نعمة القيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العهد صاحب الرؤية الملهم المهتم اللي وضع كل اهتمام وثق له رغم المسؤوليات لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد، المسؤوليات السياسية الكبرى، الاقتصادية الكبرى في كافة المجالات، إلا أن هناك اهتمام غير عادي وعالي جدا وكبير جدا في الشباب والعوائل والأسر، وهذا يعطينا يعني انطباع مباشر وإحنا نشاهد موسم الرياض للموسم الثالث على التوالي. في كل موسم الموسم في تحدي مع نفسه، أنه الموسم اللي راح أو الأول كان إبهار، أكثر إبهارا أكثر خيالا، كل هذا اليوم سواء الشباب ولا الأسر على مستوى موسم الرياض، أوكي، كل يلاقي اللون اللي يدور عليه. أنت إيش عاشق، أنت إيش محب، أنت حتلاقيه بما فيها كرة القدم ورياضة كرة القدم. ولك اليوم أنك تتخيل زي ما وصفت في المقدمة أنت أنه حلم كروي جديد. اليوم لما أنت تركز من جديد، وما نبغى نكرر أنفسنا من خلال حضور سابق في حلقات سابقة، أنت لما تركز من جديد أبو علي وتشاهد مثلا كريستيانو يلعب مع فريق الهلال والنصر ويواجه زي تحت الهواء ما قال أبو عبد العزيز لما قال أنه من 3 سنوات ما تواجه وجه لوجه ميسي وكريستيانو، ويتواجهون وين يتواجهون في درة الملاعب في استاد الملك فهد في الرياض بعد أسبوع ماراثوني كروي حافل على أعلى مستوى. شاهدنا مباراة بين واحد أو اثنين من أهم الفرق على مستوى العالم، هي مدرسة وأكاديمية وأشياء كثيرة خرجوا من خلالها أجيال وأجيال، تتحدث عن برشلونة وريال مدريد، وتشاهد مباراة مجنونة. كنا معك في الحضور، كنا كلنا متوقعين ريال مدريد، إلا أبو أمير الله يذكره بالخير كان يتوقع ويتمنى برشلونة. يفاجئنا برشلونة في أداء مبهر وعلى أعلى مستوى في لقطة ولوحة كروية صعب أن تتكرر، وأنا قلتها وعيدها وزيدها، أنه لو بعد إن شاء الله 20 سنة بيروح أي واحد مشجع يعمل تور وهم معتادين بشكل يومي سواء مدريد برشلونة مانشستر غيرهم من الأندية، تذاكر عندهم يومية الناس تدخل تعمل تور، تخيل أي واحد يدخل بيطالع في الصور وبيطالع في اللوح أنه في 2023 توج برشلونة بطلا لكأس السوبر في العاصمة السعودية في الرياض وسط حضور 70,000 متفرج. الآن لازال قائم ويمكن الانتر لازال متقدم وفي مباراة يعني جميلة جدا وإن كان هو اللي مسيطر. بكرة حدث أيضا رياضي مختلف، وأنا متأكد أن المباراة خلنا نقول اللاعبين السعوديين والأجانب اللي في الهلال والنصر لا تشكل لهم عبد الله مباراة استعراضية، مستحيل. هو يفكر اني كيف اقدر العالم كله حيشوفه، زي ما قال ابو ناصر معالي المستشار لما في المداخل معه انه في اليابان وفي كوريا وفي كل مكان في العالم ستنقل المباراه. كل واحد يفكر كيف انا اقدر ابهر العالم، كيف اقدر اجد لي عقد افضل، هذا التفكير. وفي المقابل لا تعتقد انه سهل على ميسي ولا سهل على كريستيانو ان الواحد ينهزم امام الاخر حتى وان كانت مباراه استعراضيه. لذلك
أنا متأكد أنه بكرة التنافس سيكون ولا يمكن أن تكون مجرد كأس موسم الرياض، فهي يعني بطولة بالنسبة لهم مهمة لإثبات الذات، لإثبات الوجود. صحيح. والأسماء اللي تذكرها يعني مبابي مسجل في كأس العالم في النهائي هاتريك، أوكي؟ ما يبغى بكرة يزيد من توهجه وعطائه حتى وإن كنت سجلت. هذه بطولة محفل كبير وكل يتمنى، لكن في المقابل الأسماء اللي موجودة والقيمة اللي موجودة والشيء اللي قدمته المملكة العربية السعودية لكرة القدم في العالم، إحنا اليوم قاعدين نسمع في العالم، اليوم كل العالم يعرف أنه بكرة باريس سان جيرمان بيلعب مباراة أمام نجوم الهلال والنصر في الرياض، قبلها انتر ميلان وميلان، قبلها برشلونة، غير انه الاربع انديه تنافست في كاس السوبر الاسباني. جميل. بصراحه شيء عظيم.